نعت مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوبر المصري والناشط على مواقع التواصل مصطفى حفناوي البالغ من العمر 25 عام بسبب جلطة في الدماغ كان قد تعرض لها قبل أيام معدودة. مصطفى دخل المستشفى وتم تشخيص الحالة على أنه هو مصاب بالتهاب الكولون، ولكن تدهور حالته الصحية خلى رفقاته ياخذوا الصور من التحاليل لدكتور في خارج المستشفى ليقول لهم أن الأعراض هي ليست التهاب كولون وإنما هي أعراض جلطة دماغية. بعد 4 ساعات تم عمل أشعة على مصطفى وكان قد فات الأوان فأصيب بشلل نصفي، وبعد بساعات فارق الحياة بسبب التشخيص الخاطئ الذي أدى لتدهور حالته الصحية. أحد أصدقاء مصطفى حفناوي اللي كان معه خلال هذه التفاصيل تحدث بمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل عن الشيء اللي صار مع مصطفى عن الإهمال الطبي يلي كان سبب بوفاته. لنتابع. أحكي لكم حفناوي جاله شلل نصفي ازاي. حفناوي صحي الصبح حس بوجع في جنبه وراح مستشفى الجوي، اول ساعة عربيته الساعة 1 دخل الطوارئ، انا حاسس بوجع في جنبي اشتباه ان عنده انتفاخ او في حاجة في القولون. الحل الدكاترة هناك قالوا له هتاخد صبغة، تشرب صبغة مش في الوريد، هتشربها لغاية في خلال 4 ساعات هتخش تعمل الأشعة المقطعية. مصطفى بدل يشرب الصبغة للساعة 5 أو الساعة 6 دخل يعمل الأشعة، راح مرجع. أول مرجع جات له الأعراض اللي هي بتاعت الجلطة، مش عارف يحرك جنبه الشمال، مش عارف يعمل الكلام ده كله. الكلام ده جوه المستشفى. لو كانت لحق في أول 4 ساعات من بعد الأعراض دي ما كانش جاله شلل نصفي. مصطفى تساب من الساعة 6 للساعة 1 بالليل، يعني بعديها بسبع ساعات. أعراض الجلطة جت من الساعة 6، سايبينه في المستشفى للساعة 1، ما حدش من الدكاترة خالص عمل له أي حاجة. علي غزلان دخله على الساعة 9:10 قال لهم هو عنده جلطة، فالناس كلها لا ما تفولش مش عارف ايه، اللي هم اصحابنا الدكاترة قالوا ما فيش حاجة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي نعوا مصطفى بشكل واسع وفنانين ايضا شاركوا بهالموضوع بعد ما كان اسمه متصدر للترند الاول في مصر بالساعات الماضيه. خلونا نشوف ابرز التعليقات. التعليق الاول كان الفنان هاني شاكر اللي كتب على صفحته الرسميه على فيسبوك وقال بقلب حزين اقدم خالص العزاء لاسره هذا الشاب الجميل، ما سبقتني فيه اي معرفه ولكن موته المفاجئ اوجع قلوب الجميع، ادعو له بالرحمه والمغفره. ايضا الفنان والمغني بهاء سلطان ايضا كتب وقال مصطفى مات وسط صحابه، مات في عز شبابه، مات بدون حادث أو خناقة، مات وساب كل حاجة في لحظة، وكلنا معرضين بأي وقت لمصير مصطفى. اللهم أحسن الخاتمة والصحبة الصالحة، واللهم لا تقبضنا إلا وأنت راضي عنا. أما تعليقات أخرى كانت من مغردين على منصات التواصل ومعلقين. كان من جيلي اللي قال لكل أجل كتاب، بس مصطفى راح المستشفى ما كبرج دماغه وأخذ مسكن ونام، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل في الدكتور الفاشل عديم الضمير اللي ما عرفش يشخص حالته وكان سبب أنه حالته تتدهور ويتوفى الله يرحمه. أما فردوس الأعلى يلي أيضا علقت على خبر وفاة مصطفى وقالت يعني مستشفى كامل ما فيهاش دكتور عرف يشخص حالته، حسبي الله ونعم الوكيل في الضالمين واللي وصله مصر للحالة دي.